الصباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. دلوقتي أعتقد يعني الغالبية العظمى من بيوت المصريين كلها في حالة تأهب وحالة استعداد للامتحانات بكل المراحل العمرية يعني أو الفئات العمرية المختلفة. أي طالب دلوقتي داخل على امتحانات هتلاقيه مشتت، خايف أو قلقان ومتوتر بعض الأحيان، خايف من فكرة إن الامتحان يعني كمبدأ بشكل عام، وخايف من فكرة النسيان، فكرة اللي انت تنسى اللي انت ذاكرته، متوتر وهو بيذاكر وبيراجع كمان في ليلة امتحاناته. اعتقد ان دي حاجة يعني مش هنقول عرضية، هي ظاهرة مرت على الكل، مفيش حد ما عداش بالمرحلة دي. دي حقيقة فعلا. يمكن كمان بعض الطلاب اللي بيمتحنوا دلوقتي الحقيقة وداخلين على امتحانات هتلاقيهم دلوقتي بيفكروا وعندهم قلق أكتر كمان ما بيذاكروا. علشان كده هنسأل إزاي الطالب يقدر يتجاوز المرحلة دي ما يوقفش عندها، إيه الطريقة اللي الطلاب يقدروا يمشوا عليها عشان فترة الامتحانات تعدي بسلام وبدون خوف أو قلق أو توتر، إزاي كمان أولياء الأمور يقدروا يتعاملوا مع هذه الفترة، مع دكتورة لميس مكاوي الأخصائي النفسي وتعديل السلوك. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، منورانا. أهلا وسهلا، أهلا بيكي. صباح الخير يا دكتور، منور بيكي دايما. دكتور، الخوف قبل الامتحانات هل دي ظاهرة يعني بالنسبة لأطباء النفسيين بتكون حاجة طبيعية، ظاهرة طبيعية جدا، ولا لا هنا لابد من تدخل الطب ولازم أشوف سبب الخوف ده هو مبرر ولا غير مبرر، هو بيخاف في المطلق ولا ما بيخافش في المطلق، والعارض اللي موجود أو الفاكتور اللي موجود هو فكرة الامتحانات فقط يعني. صحيح صحيح، هو الخوف عند كل بني آدم ده شعور طبيعي، كلنا بنحس بالخوف في أوقات معينة. فلو فضل الخوف ده في نطاق أنه هو مرتبط بحاجة بسيطة وأنا قادر أتفاعل مع حياتي اليومية، بروح وواجي مش معطلني، فده خوف طبيعي بنمر بيه كلنا. صحيح. لكن لو الخوف ده زاد عن حده لدرجة أنه عطلني عن أداء مهمة معينة، مش عارف أروح الامتحان، مش قادر أنام، مش قادر أعمل الوظيفة المطلوبة مني، ده يبقى خوف مرضي ومحتاج تدخل الطبيب النفسي. بس للأسف إحنا كتير قوي مشكلة الخوف عند الأطفال بيبقى الأهل إحنا السبب فيها. يعني إحنا دايما بنقول الأسباب دايما نقسمها نصين، بنوتر الناس بزيادة، نص إحنا الأهل مسؤولين عنه ونص الطفل مسؤول عنه. الأهل طبعا عندنا السبب الأساسي في مصر يمكن بالذات يعني إن إحنا دايما رابطين عملية التعليم بالصورة الاجتماعية، يعني دايما رابطين ان انت هتبقى متفوق في المدرسه فكل الناس هتحبك وهتشوفك شاطر وناجح وتبقى امننت وظاهر، رغم ان ده مش حقيقي. احنا دايما بنعلم الاهل يعلم ولادهم ان التعليم ده جزء خط من الحياه، في حاجات تانية كتير قوي موجوده في حياتنا، لكن احنا عندنا شويه ربط مجتمعي بين قصه التعليم والتفوق في التعليم وبين ان ازاي الناس هتشوفك في المجتمع. دي اول مشكله بتواجهنا. طبعا المشكله الثانيه ان احنا عندنا جزء من العقاب النفسي مرتبط بالتعليم، يعني لو ما حلتوش كويس وجبتوا نمر هنقضي بقى صيف كله وحش ومش هنصيف هنشوف ايام صعبه جدا. فربط العقاب عند الطفل بالامتحان بيخليه يتوتر ويخاف من الامتحان، خصوصا ان مركز التعلم والذاكره عند الطفل موجود في الفص الجبهي الاولاني ده، والمركز ده احنا لما بنتعرض لاي خوف شديد بالذات الاطفال الكورتيزون بيعلى عندنا. لما الكورتيزون بيعلى بيروح على الفص الجبهي ده ويغلوش عليه يوتره، فنلاقي نفسنا ناسيين اللي احنا اتعلمناه. صحيح. مش قادرين حتى نتذكر المعلومه الاساسيه، فيبتدي الطفل يخاف زياده لانه عارف انه مذاكر الجزء ده لكن مش قادر يستدعيه ويسترجعه. فده برضو سبب تاني مهم قوي قصه التوتر والخوف المرضي. الحاجه الثالثه اللي فيها مشكله عندنا كاهل المقارنه. لما يبقى في اتنين يا سلام بقى، لو ولاد عم او ولاد خال او جيران او اشمعنى فلان بيجيب اكتر منك، هو عنده عين احسن منك، هو بيشوف اكتر منك، هو المبدا المقارنه ده مرفوض تماما حتى بين الاخوات في نفس البيت. اخوك لما كان في نفس المستوى التعليم المستوى ده او في السنه دي كان جاب درجات كذا، مبدا المقارنه ده مبدا مرفوض. كل واحد فينا، كل طفل فيه حاجه بتميزه، في حاجه هو متميز وشاطر فيها، الام الشاطره هي اللي تقدر تعرف ابني متميز في ايه. ولو حطت ايدها هي متميز في ايه هتقدر على طول يعني تبدا معاه في الحته المتميز فيها وتخلي ثقته بنفسه بتزيد. فدي اكبر ثلاث مشاكل بتواجهنا كاهل. في بقى مشاكل بتواجه الطفل نفسه، ثقته بنفسه لما تكون قليله. الطفل لو ما عندوش ثقه بنفسه كويسه او عارف ان هو ان شاء الله اللي هو ذاكره ده هيعرف يحله، هيخش الامتحان يحس ان هو ده حاجه جديده بالنسبه لي وتوتر وقلق شديد. صحيح. وكل الناس قاعده بصالي، فقله الثقه دي ممكن كتير قوي يكون مش عارف يصدق المعلومه، مش عشان هو مش عارفها لكن عشان هو خايف او مش قادر يركز كفايه او مش واثق في نفسه ان المعلومه اللي عنده صح. بالظبط كده، بالظبط. الحاجه الثانيه قله التدريب الطفل على الامتحان. احنا في اولاد بتتحط في الموقف ده فجاه يلاقي فيه مراقبين وفي ورقه بتتوزع، لو هو مش متدرب نفسيا على ده، لو ماما مش مفهماه في البيت، لو ما عادش يحل. على فكره احنا في غلطه بنعملها كبيره قوي ان احنا عايزين الامتحان يبقى في الهدوء في البيت، محدش يعمل صوت، اخوك بيذاكر، اقفل التلفزيون، اخوك بيذاكر، ليه؟
هو في اللجنه احنا مش هنمنع البشر تتكلم، في اللي عايز يروح الحمام وفي المراقب اللي بيزعق وفي حد في الكوريدور، فتدريب الطفل انه يحل في وقت تحت ضغط او تحت صوت وتحت وجود مؤثرات خارجيه، بالعكس ده احسن من ان انا افضل مهيئ له جو مثالي هو مش هيلاقيه في الامتحان. فده كمان بتبقى نقطه مهمه قوي ان ساعات الاولاد اصعب علشان لما يدخل يلاقي الموضوع بالظبط هو لما هيتعود ان هو، لان احنا بعد فتره مخنا بيتعود يكنسل الصوت ده ما يسمعوش. يعني انت حضرتك وانت سايق مثلا عربيتك ما تسمعش صوت التكييف، في اصوات كده بتتكنسل لوحدها خلاص احنا ما بنقدرش نستدعيها. لكن لما بكون انا متعود ان انا بذاكر في جو لو رميت اي حاجه هسمعها، كل ده هياثر على تركيزي شتتني جدا في وقت الامتحان ويشتتني ويحسسني ان انا خايف ومتوتر وقلقان وعليا ضغط زياده. طبعا في اولاد بيبقى عندهم مشكله نقص تركيز، دي بقى مشكله طبيه يعني ليها علاج، لكن في العام بتبقى دايما دي المشاكل اللي بتبقى بتواجه ولادنا دايما في الامتحان. طيب دكتور خليني ارجع معاكي بقى من البدايه خالص، يعني مش هتكلم حتى على طلاب ثانويه عامه أو لا، هنرجع من البدايه خالص. اعتقد انه حل نص المشكله دي ان احنا نعود الطفل من هو صغير ان هو عنده مسؤوليه. صحيح. مسؤوليته ان هو يذاكر عشان ينجح، او على الاقل مسؤوليته ان هو يذاكر او يعرف حتى ان هو عليه واجب او فرض دلوقتي دي مسؤوليته هو. صحيح. فبالتالي هو بيلاقي الطريقه الانسب ليه ان هو يذاكر بيها. في ناس بتحب تذاكر مع ميوزك او مزيكا، في ناس بتحب تذاكر وهي بتكتب، في ناس بتذاكر وهي بتقرا، يعني ايا كانت الطريقه اللي هو يلاقيها لنفسه. بالظبط. ازاي اقدر انا كأم انمي المسؤوليه دي عند الطفل، احسسه ان دي مسؤوليتك انت، انا مش هراقبك، انت عارف مذاكرتك، انت عارف اللي عليك، عارف الهوم ورك بتاعك، عارف امتحانك امتى، عارف ده كله، ازاي ممكن اعمله؟ ده بقى بيبدا من قبل المدرسه. لما انا بعلم ابني من هو عنده سنتين، لما تاكل هتشيل الكوبايه بتاعتك وتوديها مكانها، لما هتاكل هتشيل الطبق بتاعك، حتى لو احنا كلنا موجودين على السفره كل واحد مسؤول انه يدخل الطبق بتاعه. لما هتدخل، لما تيجي من بره هتعلق هدومك، حتى لو كان بيعلقها بطريقه اي كلام. بس هي دي قصه المسؤوليه، ان هو يبقى عارف ان عليه مسؤوليات المفروض يعملها. ودايما الثواب والعقاب على الرحله مش على النتيجه. يعني احنا دايما دي برضو تبقى مشكله عندنا، احنا هنذاكر وهنعمل العينه، فانت شاطر فانا هكافئك عشان انت عملت اللي عليك، عشان انت عملت المسؤوليه اللي عليك. مش هنستنى لغايه لما نتيجه الشهر تطلع واشوفك جبت كام في الامتحان. يعني حضرتك عاوزاني اقيم انت قمت بدورك ولا لا؟ انا ماليش دعوه النتيجه. هو ده اللي عليه المكافاه، هو ده اللي عليه ثواب والعقاب، مش الدرجه اللي موجوده في الامتحان. لان الدرجه دي ممكن ابني يسخن الصبح يوم الامتحان ضيع كل ده، رغم ان هو كان بقاله شهر بيذاكر. وياما كلنا شفنا نماذج في الثانويه العامه ممكن نبقى عارفين كويس قوي انها ممكن تكون تجيب درجات احسن من كده بكتير، لكن اتعرض لضغط يوم الامتحان، لمشكله صحيه، لوعكه، لازمه نفسيه، حد توفى قريب منه، جده لحاسه. فاحنا دايما بنربط الثواب والعقاب بالنتيجه، لا، هو الثواب والعقاب بالمشوار اللي احنا مشيناه مع بعض. فطول ما طول ما انا عامل اللي عليا، طول ما انا قادر احقق المسؤوليه اللي عليا، برجع من المدرسه عارف واجباتي، بقعد احل، حتى لو حليت غلط مش مهم، بس المهم ان انا فتحت الشنطه وطلعت الواجب وحليت، عرفت ان انا علي حاجه المفروض اعملها. وده بيحتاج مونيتورنج، او ان انا ابقى مراقب الطفل طول الوقت. يعني مش مراقبه ان انا مضايقه، لكن دايما افكره ان انت ايه المسؤوليه اللي عليك، طب انت عملت ده ولا لا، بالمسؤوليه اللي عليا انا ان هو يجي يساعدني في حاجتي. كتير قوي في حاجات الشوبينج في السوبر ماركت طبعا، مثلا يعني ابسط مثال، نقول للام ايه اشركيه معاكي وانت نازله، عايزه تعالي نشوف احنا ايه اللي ناقص في البيت، نعلم اولادنا يعملوا تشيك ليست كده، طب ايه اللي ناقصنا، 1 2 3 4 5، طب ما نروح بقى سوبر ماركت، طب يلا نعلم مع بعض. هتلاقيه بيجري بسرعه يبص في الورقه ويجري يجيب الناقص ويجي، ليه؟ لان هو حاسس ان عليه مسؤوليه. فكل ما الطفل اتعود من سن صغير او سن سنتين، الكوبايه بتاعتك هتوديها المطبخ، الطبق اللي اكلت فيه هترجعه مكانه، خلاص هيبقى هو متعود ان دي عمليه مستمره موجوده. وزي ما قلنا كده، التعليم جزء من حياتنا. ما ينفعش يبقى كل حياتنا قايمه على ان احنا بنفكر بس احنا هنجيب نمر كام وهندخل ايه ومدرسه ازاي. عندنا مشكله في مجتمعاتنا الشرقيه تحديدا، فكره الاعتماديه. دايما الطفل يخلص اكل، الام هي اللي تشيل الطبق، دايما الام هي اللي ترتب كل حاجه متعلقه، شنطه المدرسه الام هي اللي توضبها، يعني الاب يعني بيساعد برضه في حاجات تانية، بس يعني اقصد انه دايما فكره انه الطفل ليه دور، في حد بيعمل له الحاجه، في لازم حد، ولو مش الام يبقى الاخت، يعني لازم يكون في حد بيعمل حاجه. ما هو ده اللي بيخليهم بعد كده مش عارفين ياخدوا قرار ولا اختيار. حد يجي في الثانويه العامه يقول لك انا مش عارف اختار اشتغل ايه، ليه؟ لان هو ما كانش احنا طمسنا هويته او شخصيته. لكن الطفل لو من بدري احنا ادينا له الفرصه يعبر عن نفسه، احنا على فكره في حاجات كتير قوي، ما يبقاش شخص بيقاد. بالظبط. فكره انت عملت اللي عليك اكفك، وكم من يعني عظماء فشلوا. صحيح. في فكره اللي انا ارسخ
في وجدانه أو في عقله، لا جرب مرة واثنين وثلاثة، وطول ما بتعمل اللي عليك أكيد ربنا هيجازيك خير وهيكافئك وهتحقق اللي أنت عاوزه. هتلاقي الأم والأب دول بدأوا ده من سن صغير جدا. لا والله مش صعب. يعني أنا حاسس إن إحنا كده بنتكلم في المدينة الفاضلة. لا أبدا أبدا. كمنتاليتي أو كعقلية الأب والأم المصريين، لا إحنا ما بنعملش كده. هقول لحضرتك حاجة، العملية التعليمية والتغيير اللي حصل في المناهج المصرية في الفترة اللي فاتت نما عند الأمهات أكتر من الأطفال فكرة إن هم بيعتمدوا على حاجات عملية. يعني إحنا زمان كنا بنذاكر ويجي لنا الامتحان أسئلة ولازم نجاوب عليها. دلوقتي في النظام الجديد لا، هم بيعملوا بروجكتس، بيعملوا مشاريع، بيعملوا حاجات بقت تخليهم مش بس قصه الحفظ، قصه ودي محتاجه مشاركه على فكره، يعني محتاجه حتى مشاركه الام، لان احنا قبل كده ما كانش ده نظام التعليم السائد، لما حتى التابلت والجزء بتاع التكنولوجي ما كانش، هو ده خلى الاثنين يبقوا مشتركين عشان بيتعلموا. في امتحانات اوبن بوك يعني بالزبط. حاجات بتعتمد اكتر على التفكير. اعتقد كمان بجانب تغيير المناهج يا دكتور فكره الروتين، يعني ان انا اثبت روتين تيالي للطفل برضو، صح ولا لا؟ هو الطفل بيبقى محتاج سيستم ماشي عليه وعارفه، يعني عارف ان في تعليم، في رياضه، في جزء اجتماعي، لان خلي بالك احنا بعد السوشيال ميديا الجزء الاجتماعي في حياتنا قل كتير قوي، ما بقاش موجود بيت العيله ولمه العيله والشكل الفورمال الاجتماعي اللي احنا كنا مثلا جيلي انا يعني بما اني كبيره كنت متربيه عليه، ده ما بقاش موجود زي دلوقتي، لان الناس بتكتفي انها انا هشوفك ليه، ما انا احنا بنفتح الكاميرا وبنشوف بعض، بنعمل لايك لبعض وخلاص، بالظبط بنعمل كومنت، ما بقاش بالزبط. فده لما احنا بنعود ولادنا من بدري ان في ثلاث خطوط في الحياه، في تعليم، في رياضه، في اجتماعيات، ويبقوا ماشيين في الثلاثه ونكافئهم ونعاقبهم على الثلاثه. يعني الرياضه مش لازم يكون متميز في الرياضه وبطل، لكن لازم يكون بيمارس الرياضه، لازم يكون بيلعب، لازم يكون بينزل. وعلى فكره ده وقت الامتحانات، ودي غلطه كبيره قوي بتعملها الامهات انها توقف التمرين وقت الامتحان، غلط. التمرين ده مصدر من مصادر السعاده، الرياضه كلها بتزود السعاده كمان، لا مش هتعطله، بالعكس ده هتفصل تركيزه عن الجامد ده وتخليه يروح ويرجع، يبقى عنده حماس انه يقعد يذاكر تاني. مش العكس، احنا دايما بنفكر ان احنا وقت الامتحان ده احنا عاملين كامب معسكر قافلين علينا وفي اصوات انفجارات جوه البيت لان احنا وقفنا الحياه كلها عشان الامتحان. لا ده مش صح. الطفل على فكره لازم ياخد بريك، وحتى في المذاكره دايما نقول للام لو عندك 50 صفحه تعيش تذاكري معاه 20 صفحه، ذاكري معاه 10 صفحات وخدوا بريك انتوا الاثنين، قوموا استرتشات، يقوم يشرب ويجي ياكل حاجه ويرجع، يقوم يصلي، يقوم حتى يبص من الشباك. يعني الفكره دي تقسيم الماده لاجزاء صغيره بتفضل محافظه على التركيز اكتر من ان انا احاول اقعد اذاكر ساعتين، ده مش هينفع ابدا مع الطفل الصغير. طيب دكتور، يمكن في بعض الناس زي ما حضرتك بتقولي دلوقتي فكره المعسكر اللي بيتعمل ما قبل الامتحانات، ايوه بقلب يومي وبسهر لحد الفجر علشان خاطر اذاكر، ايوه ووقت الامتحان ما بيبقاش هو نفس وقت مذاكرتي الطبيعيه، فالخلل هنا فين؟ هل حضرتك مع فكره اللي انا ازود الساعات او اللي انا انام طول اليوم في الصباح وابتدي اللي انا اسهر بالليل علشان خاطر اكون فيه هدوء اكتر ويكون في حاله من حالات الاسترخاء اللي موجوده، أيوة. وانا بذاكر، ولا شايفه اللي انا لازم اللي انا اذاكر في وقت الامتحانات؟ لان في ناس كانت بتوصل اللي انا اذاكر في وقت الامتحانات. ده اهم سؤال ويمكن اكتر سؤال، لكن يعني ده انا متشكره جدا حضرتك سالتني السؤال ده. النوم طول ما كان منتظم زي عمليه انتظام النوم طول السنه، طول ما المخ يقدر يحافظ على تركيزه كويس جدا، لان احنا لينا ساعه بيولوجيه، كورتيزون بيعلى الصبح وبعد كده بيبتدي يقل على مدار اليوم. طول ما انا نمت في الاوقات اللي انا بنام فيها العادي كل ما كان تركيزي كان احسن، لكن للاسف شقلبه اليوم دي بتاعت ان احنا بالذات مع المراهقين بقى والكبار اللي اكبر منهم، الاطفال برضو بقى فيه الى حد ما نوع من الاراء، لكن لا دي فكره غلط جدا جدا جدا. اولا وهتيجي بقى يوم الامتحان، يا الا انت مش عارف تفوق وتركز في الامتحان، يا الا انت مضطر انك تنام في ميعاد انت ما بقتش تنام فيه فمش عارف تنام. لكن هو الصح ان احنا نثبت مواعيد نومنا ايا كان هو ايه، هو في ميعاد ثابت للنوم 6 ساعات باخدهم كاملين بنام فيهم، هو ده احسن. وفي حاجه بقى اسمها الذاكره البصريه قبل النوم. الحاجه الصعبه ودي بنعلمها دايما تكنيكس بنقوله كده تيبس اند تريكس للامهات، يعني الحاجه الصعبه اللي ابنك مش عارف يذاكرها كويس خليه يقراها بعينيه قبل النوم على طول وهو على السرير. ده اصلا ما بيبقاش في تركيز قبل النوم. اه ده اللي احنا دايما عارفينه، نقراه بعينينا بس، احنا مش عايزين نذاكره ولا نسترجعه ولا حتى نقراه بصوت عالي، مجرد ذاكره بصريه بالعين. لما انت بتقفل الكتاب وتخش انت تنام مخك بيفضل يسترجع الذاكره دي طول الليل. الذاكره البصريه من اكتر الحاجات المهمه عند الاطفال، لما يبقى حاجه صعبه نعملها في صوره دايجرام، نعملها بشكل كده وعينه تبص عليها، هيستدعيها اسهل كتير قوي من ان هو يفتكر شكل السطور، يعني اسهل انه يفتكر رسمه. عشان كده حتى في الملخصات في الناس اللي بتعمل تلخيص في الثانويه العامه او في الشهادات اليوم دايما يعملوا دايجرامز او ليه، لانها الذاكره البصريه هنا بتسعف قوي الذاكره العاديه.
انها تفتكر نفس الشكل. بيقسم الحاجه فبيبقى حتى اسهل عليه ان هو يفتكرها. بالظبط. طيب لو حد دلوقتي بيسمعنا ويقول طيب انا ما تعاملتش بالطريقه دي مع اولادي من هم صغيرين وما عملتش كده، هل الوقت اتاخر ان انا اعود ولادي لو مراهقين وقت التين ايجينج، وقت ثانويه عامه او الوقت ده السن ده، هل اتاخر ولا ممكن يبتدي يعلمه ده دلوقتي؟ لا، عمره ما كان الوقت متاخر، دايما في وقت ودايما ممكن نلحق، بس على حسب العمر بتاع الطفل. الطفل الصغير بيبقى سهل يخش جوه السيستم تاني بسهوله. الطفل المراهق او الاكبر محتاج اتكلم معاه واشرح له احنا ليه بنعمل ده، يعني احنا ليه بنفكر في السيستم ده عشان واحد واثنين وثلاثة واربعة، واشاركه. احنا دايما لما بنقول بالذات في المراهقين لما عايزينهم يجوا من ناحية بعيدة عن ناحيتنا، لازم انا اروح له الاول في المكان بتاعه، في الجزء بتاعه، في العالم بتاعه اللي هو مرتبط بيه، لان هو فترة المراهقة هم اصحابه اكتر ناس هو مقتنع بيهم، مقتنع ان هم صح في الحياة، وهم دول اكتر ناس هو متاثر بيهم. فلازم انا اروح الناحيه دي، اسمع المزيكا بتاعته شويه، اشاركه في التيك توكس اللي بيتفرج عليها مفيش مشكله، في الاهتمامات اللي عنده، عشان اعرف اجذبه بعد كده ان هو يجي للجزء بتاعي. هو هيجي على مضض في الاول عشان بس يراضيني يعني، لكن بعد كده لما بيحس ان المشاركه دي موجوده بتبقى الدنيا اسهل كتير. طب فكره التوتر اللي حضرتك بتقولي عليه هو بينعكس احيانا او بيخرج من الاب او الام للطفل مش طبعا. العكس، رغم اللي هيمتحن هو الطفل فعلا. فدايما خلينا نقول بالبلدي كده بنلاقي ان الام قاعده فوق دماغ الولد وذاكر. أيوة. وانت ما بتذاكرش، الولد عاوز ياخد بريك، لا انت لحقت، انت لسه حصلت حاجه عشان تاخد بريك. صحيح. ففكره الاشكاليه دي ازاي نفضها؟ طيب هو الاشكاليه دي نفضها بقصه المسؤوليه من الاول، ان احنا علمنا الطفل ان هو عارف اللي عليه. السوبرفيجن الزياده عن اللزوم ده، او الام المتسلطه متسلطه في المذاكره زي، على فكره دي هتفقد علاقتها بطفلها تماما، لان المناوشات دي هتوصل في الاخر ان هو اما يقعد قدام الكتاب ويبقى سرحان في اي حاجه، بس هو قاعد عشان في عنصر زمن بيعد عليه عداد. صحيح. فقعدنا ساعه فابقى قعدت، بس هي هتيجي تتفاجئ بعد الساعه دي ان هو ما ذاكرش اي حاجه او مش عارف، فتبتدي المعركه تزيد لان انت كمان قعدت وما بتحصلش شيء. لا، فهو السيطره الزياده في المذاكره دي غير مطلوبه الحقيقه. انا اشوف ان الاطفال من اول سن 10 سنين لازم يعتمدوا على نفسهم، وتبقى الام بتساعدهم في الاجزاء الصعبه بس. لكن لازم الطفل يتعود انه يذاكر لوحده، لان اللي انت بتذاكر له ده هتلاقي لغايه ثانويه عامه انت مضطر تذاكر له برده، وتخش معاه في السيستم وتخش معاه في المشاكل دي. فندي اولادنا جزء يعتمدوا فيه على نفسهم، نبدا مذاكره بالجزء الاسهل دايما، يعني ما نجيش نذاكر اصعب ماده نبدا بيها اليوم ويبقى اليوم كله قفل خناق من اوله، لا نبدا بالماده اللي انا عارف ان هو متميز فيها او شاطر فيها، نبدا فيها جزء صغير، الله اشجعه ياخد ثقه في نفسه، ده انت هايل، ده انت ممتاز، طب ده شايف بقى، طب تعالى بقى نفتح الصعب، انت اكيد هيبقى عندك نفس المستوى الكويس ده، انت اكيد هتبقى شاطر. صحيح. طب يلا اعمل لك مشروب كذا علشان ده بيساعد على الطاقه والتركيز، انت بطل، امدحه بدل ما اكلم تيتا اشتكي لها ان طلع عيني وما بيذاكرش وتعبني، الله يا ماما شفتي ده قعد لوحده ذاكر وحل كويس جدا، ده احنا بقى عندنا جزء كمان صعب هنكلمك بعدها نقول لك ان هو كان شاطر. دايما التشجيع والتحفيز بيحسن قوي القدرات الذهنيه للاطفال. وبعدين لازم اسلم ان ده يعني قدرات ابني ايه وابقى عارفاها ومستسلمه، ان لو حتى التعليم هو بيجيب فيه درجات معينه، طب ممكن يكون متميز في الرياضه. صحيح. ممكن متميز في الطهي، انا ابني متميز جدا في المطبخ رغم انه ولد، وانا بشجعه جدا ان يكون شيف. يعني مش لازم تبقى الفكره التقليديه بتاعت ان مامته دكتوره فلازم يبقى دكتور او مهندس او احنا عندنا تفكير الكليات القمه، يعني احنا عندنا طبعاً. مشكله في بس الجيل الجديد لا. الجيل الجديد بس الاهالي الاهالي طبعا بيحاولوا أكثر. يتمسكوا يعني بالظبط، يعني حتى المشكله ان هي ما بقتش كده كمان، يعني حتى ان كليات القمه داخل فيها جزء متعلق بالتكنولوجي، يعني سوق طبعاً. العمل نفسه طبعاً. اتغير. طيب احيانا احنا بنتكلم على الصلابه النفسيه لكل شخص بتختلف. صحيح. في اطفال او مراهقين في شخصيات بتبقى هي بتتوتر، هي متوتره، يعني هو بيكون عامل اللي عليها الاسره او الاهل موفرين كل العوامل النفسيه اللي تساعدهم، بس هم بيتوتروا، هم شخصيتهم كده، التعامل معهم يكون ازاي؟ التوتر ده شيء معدي لازم بدايته غالبا مش هتبقى عند الطفل، الطفل ما بيخافش، وعشان كده الاطفال الصغيره بتلاقيهم يجروا على الشارع على القطط اللي في الشارع او الحيوانات يمسكوهم. ليه؟ لان هو الخوف ده ما بيجيلوش في الاول، هو بيشوف الخوف ده في عينينا احنا، فلما ماما تقول له حسب القطه دي ممكن تعورك تخربشك يبتدي يخاف. لكن انت لو لاحظتي اي طفل صغير هتلاقيه بيجري ويندفع بسهوله جدا من غير ما حاجه توقفه. لكن هو غالبا التوتر ده بيبقى عندنا واحنا نقلناهم. لو من الاول عرف ان الامتحان ده حاجه عاديه جدا على فكره، وانت احنا طول السنه بنعمل العينه والامتحان ده مجرد كويز زي اللي كان بيحصل طول الشهور، هيعدي الامتحان بسيط وجميل. طبعا في نسبه من الاطفال عندهم توتر مرضي، مش هنقدر ننكر ان في ناس بقى بترجع وبتخاف جدا وبتعرفش تنام لان هي عندها نسبه التوتر عاليه، دول هطمنهم زياده.
هخلي عوامل الطمأنينة أكتر، هحضنه وأطمنه وأقول له إن لازم تبقى واثق إن أنت، وبالعكس ده أنا أقول له وما أشوفش الدرجة خالص، يعني لما ابني يجي لي مش عايز أعرف أنت جبت كام، أنا عارفة إن أنت شاطر، أنا عارفة نمي بس عنده ثقته في نفسه، عز ثقته في نفسه، عز هتعدي الامور. لكن هو دايما التوتر بيبقى مرضي، هو شايف البيت كله متوتر ومستني، او سامع، لان احنا برضو بنقعد نتكلم في املنا واحلامنا في البيت هيطلع ايه، فبتدي يحس ان التارجت اللي مطلوب منه ممكن يكون صعب كبير عليه. فبتدي يبقى شايل هم. على فكره اولاد كتير قوي دي تيجي العياده تقول لي ايه، انا مش خايف من الامتحان، انا خايف ماما هتعمل ايه بعد الامتحان. هو خايف من توتر وزعل ماما بعد الامتحان، او شايل هم زعلها لانه عارف انها هتتنكد وهتزعل، مش هيبقى في مصيف والصيف كله هيبقى وحش، فهو بيبقى شايل هم زعل ماما بعد الامتحان. لكن هو لو عليه هو مش فارق مع الامتحان قوي. يعني على اي حال احنا بنتمنى طبعا التوفيق لكل الطلبه والطالبات، والامتحان زي ما كنا بنتكلم كده طبعا مش هنستهين بالامتحانات، ولكن هنحضر لها كويس، هنعمل اللي علينا، وبعد كده ان شاء الله يعني ربنا هيكرمنا. اهم حاجه نكون مستعدين نفسيا للامتحان، عاملين حسابنا ان احنا مذاكرين، حتى اللي حاسس انه فاته حاجه يقدر يراجعها بالراحه وبهدوء، وان شاء الله اكيد ربنا هيكرمكم كلكم. طبعا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره لميس مكاوي الاخصائي النفسي وتعديل السلوك، نورتينا بسبع خير. نورتك، شكرا جزيلا. انا بنشكرك يا دكتور، وزي ما بيتقال كده دايما الجزاء من جنس العمل مش الوصول للهدف، عشان كده يعني يمكن اللي احنا طلعنا بيه من الفقره دي لازم اللي احنا لما نيجي نكافئ اولادنا نكافئهم على يعني هم سعوا وعملوا اللي عليهم ولا لا، مش حققوا الهدف في حد ذاته ولا لا، لان طول ما احنا عايشين هنحاول مره واثنين وثلاثه.